اقتلع أحد سكان قرية كيفون قضاء عليه يقطينة ضخمة بزنة 88 كيلوغراما. عبد السلام المغربي زرع بذرة اليقطينة قبل نحو 4 أشهر في حديقة منزله. واعتنى بها ليحصدها مطلع هذا الشهر بالشكل الذي تظهر عليه في هذه الفيديوهات. هيدي اللقطينة انزرعت بأوائل تموز ونحن هلأ بأول تشرين، 110 أيام تقريباً العمر تبعها. بدنا ننزلها لأنه طيلة هلا كبيرة، ما بدها تنحمل مع ناس. ننزلها لحتى نحطها على سكيل ونعمل تشك على الوزن ليتبين معنا قديش تقريبا وزنها. أيوة هيك يلا. شو؟ إذا تقل وين تقل؟ عمار ريح لأنه ريح نزل شوي. نزل شوي. طيب طول بالك.